تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنتم كناشطين في المبادرة السويسرية ومؤسسين المبادرة السويسرية لدعم الديمقراطية في تونس، متابعين لجملة البيانات الدولية هيومن رايتس واتش وكل المنظمات، ما الجديد في هذا التقرير؟ ماذا أضاف هذا التقرير؟ هذا التقرير هو أكد ما كان قالته المفوضية في السنة الماضية. لو تذكرون تقرير السنة الماضية تقريب نفس المفردات، يعني إعادة التأكيد هو تثبيت للمخاوف السابقة. تقرير السنة الماضية كان يقول بأن هناك مخاوف جدية من التدخل في القضاء، والسنة هذه تبين أنه فعلا هناك تدخل في القضاء. السنة الماضية كان هناك مخاوف من قضية التحجير على السفر، كان مسألة الاختطاف، كانت هذه كانت المخاوف في تقرير السنة الماضية. وبالمناسبة أن هل تحولت هذه المخاوف إلى وقائع الآن؟ نعم، هو تأكيد لهذا ما حصل، هو أنه فعلا ما حصل مع القضاء وإعفاء عشرات القضاة بتلك الكيفية ومحاكمة الرئيس السابق منصف المرزوقي بأمر من رأس السلطة مباشرة، ومحاكمة خصوم السلطة القائمة بأحكام قضائية ومتابعتهم في القضاء العسكري، مواصلة اختطاف الناس. يعني خلال سنة حصل اختطاف الوزير العدل السابق نور الدين البحيري، كذلك السيد حمادي جبالي، كذلك الصحفي صالح عطية وغيرهم من السياسيين والنشطاء، ويعني ولم نرى. وكل هذا كان طبعا في خارج أطر القانون المتعارف عليها. المشكل هنا أن المفوضية تؤكد ما كانت قالته السنة الماضية، يعني ليس جديد. والإشكال الحقيقي أنه ما قاله السفير أو المبعوث الدائم لدى الأمم المتحدة الذي يحمل رتبة سفير، نعم، هو خاطئ شكلا ومضمونا. من ناحية الشكل، في العادة السفير يتحدث بتأني ويعطي لكل نقطة، يعطي المبررات ويعطي يعني الحقائق، أو على الأقل يقول بأن بلاده ستأخذ الوقت للرد على هذه النقاط نقطة نقطة. ولكن التسرع في الرد بتلك الكيفية الغريبة، وبالمناسبة هذا أسلوب جديد حقيقة في الدبلوماسية التونسية. صحيح، هو يعني التسرع وكأني به يريد أن يلعث من المترجم. ما الذي جعله في عجلة من أمره؟ يا سيدي، حصلت سابقة في الدبلوماسية الدولية، لما تونس صوتت في مجلس الأمن في قضية الصحراء الغربية، وصوتت ضد القرار الأممي الداعم للمبادرة الأممية، وصوتت تونس مع روسيا وكانت الوحيدة معزولة في هذا التقرير، يعني وخلافا لكل الأعراف المتعارف عليه دبلوماسيا، تونس لم تأخذ الكلمة. تونس ما خذتش الكلمة بعد باش تبرر سبب رفضها، وإلى اليوم يعني كل مرة يرجع هذا. لماذا إذا أنت عندك موقف معين لماذا لا تبرر ذلك الموقف؟ معروف هذا، يعني أنت لما تصوت في أي مجال فتأخذ الكلمة لتبين سبب ذلك. تونس المبعوث التونسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك حينها لم يأخذ الكلمة، وكانت سابقة في الدبلوماسية. اليوم نرى أنه السفير يقرأ من ورقة بشكل هذيك تلك الكيفية هي في العادة تعطى للجمعيات. الجمعية عندها دقيقتين أو ثلاثة في للتعريف بقضية ما، لعرض قضية ما، ولكن سفير دولة يأخذ وقته في تفسير نقطة نقطة، ثم يعطي الوقت الكافي لبلاده باش ترد على التقرير يعني بوقائع، وليس بإعادة شعارات هي معروفة لدى المفوضية. يعني الغريب أنه إعادة نفس الكلمات، إعادة نفس الصياغ، إعادة نفس وقالتها المفوضية في السابق، قالتها العديد التقارير الدولية، وبالتالي الإصرار عليها اليوم وكأنه هو حقيقة كل مرارا وتكرارا هو يصبح حبث ويصبح. طيب أستاذ أنور، ولا نعم معذرة، احنا سنعود بأكثر ربما على هذه البيان.